كنا قد تطرقنا في الحصص الماضية إلى النشاط الإنزيمي ودرسنا مثالين عن نشاط الإنزيمات في بعض التفاعلات الكيميائية كإماهة السكروز واستعمال النشا من طرف بذور القمح، نشاط الإنزيمي لبذرة القمح حول استغلال مادة النشا وتحويلها إلى مواد يستغلها الجنين كالدكسينات ثم المالتوز ثم الجلوكوز. لقياس أدق ودراسة متعمقة استعمل العلماء تجارب خاصة لقياس دقيق للنشاط الإنزيمي. هذه التجارب دعمت بالحاسوب، فيسمى هذا النمط من حركية التفاعلات الإنزيمية عن طريق التجارب المدعمة بالحاسوب (expérimentation assistée par ordinateur). من مزايا هذا الإكزاو عديدة جدا إذا ما قارناها بالتجارب العادية التي يمكن إجراؤها في المخابر. من مزايا هذه الطريقة اللي هي الإكسبرمنتاسيون أسيستي بار أورديناتور موجود في الكتاب المدرسي، يسمح بالقياس السريع للمواد المتفاعلة أو النواتج بدقة لا ريغور، كون أن في مادة علمية دقيقة جدا، كما يسمح لنا بمتابعة سير التفاعل على شاشة الحاسوب ordinateur بصورة لحظية آنية، لا ننتظر انتهاء التجربة للحصول على النتائج au fur et à mesure، والتجربة تستمر ونحن نلتقط النتائج مباشرة على شاشة الحاسوب. ثالثا كذلك يسمح لنا بمشاهدة تأثير إضافة مركبات أو تغيرات شروط التفاعل مباشرة. سنتطرق فيما يلي إلى كل الشروط اللازمة لعمل الأنزيم وندرسها كذلك بهذه الطريقة، كما يسمح بالحفاظ على النتائج في ذاكرة الحاسوب للرجوع إليها في أي وقت ومقارنتها مع النتائج الأخرى، كما يمكن إجراء رسم المنحنى في نفس المعلم للتجربة السابقة لغرض المقارنة. إذا هذه هي مزايا الإكزاو مقارنة بالتجارب العادية. وكمثال عن هذه الدراسة التي يتدخل فيها الحاسوب ندرس النشاط الأول، وهو عبارة عن حركية التفاعلات الأنزيمية لإنزيم الجي أو. أول مثال تأثير جلوكوز أوكسيداز. إنزيم الجلوكوز أوكسيداز على الجلوكوز. من مزايا هذا الإنزيم نرمز له اختصارا بالجي أو حتى لا نكتب هذه الكلمة الطويلة. من مزايا هذا الإنزيم أنه يؤثر على الجلوكوز، أي يؤكسد الجلوكوز، ويكون هذا التأكسد حسب المعادلة التالية: ماء زائد أكسجين زائد جي أو إنزيم الجلوكوز أوكسيداز هذا يؤثر على الجلوكوز زائد ماء زائد أكسجين باستعمال إنزيم الجي أو يتحول إلى أسيد جلوكونيك زائد ماذا؟ زائد H2O2. هذا التفاعل سنكتبه بالصيغة المفصلة كالتالي: الجلوكوز اللي هو الصيغة تاعه بهذه الطريقة بهذه الطريقة نلاحظ زائد ماء زائد أكسجين
أو دو باستعمال انزيم الجي او نتحصل على جيدا هذه الصيغة الكيميائية المنشورة لجزيئة الجلوكوز الأو واحد يدخل في تحويل الوظيفة الألدهيدية إلى وظيفة كيتونية يحول الوظيفة الألدهيدية إلى وظيفة حمضية هذه وظيفة حمضية وهذه وظيفة ألدهيدية السكر الجلوكوز نسميه انالدوز هذا هو الاسيد جلوكونيك اسيد جلوكونيك زائد ماذا الاو وحده جات هنا تبقى جزيئه واحده من الاو نكتبها بهذه الطريقه زائد H2O ولتوضيح أكثر لدينا الأو ثانيا نوضحها بالأحمر حتى نتأكد من أن مصدرها الأكسجين التفاعل الأول المكتوب لاحظ هنا ما هو دور حمض الجلوكونيك إذن حول الجلوكوز حول الجلوكوز هذا سكر الجلوكوز حول الجلوكوز بمساعدة الماء والأكسجين إلى أسيد جلوكونيك نسمي هذا التفاعل تفاعل أكسدة ما معنى أكسدة؟ أي عمل الأنزيم الجي أو على أكسدة الجلوكوز في وجود الماء نعلم أن التفاعلات الكيميائية كلها يدخل في خلالها يعني تتطلب وجود الماء إذن أعيد أنزيم الجي أو يعمل على أكسدة الجلوكوز إلى حمض الجلوكونيك مع انطلاق الماء المؤكسج أو الماء الأكسجيني هذا نسميه ماء أكسجيني لو أكسجيني وهي مادة سامة مادة سامة بالنسبة للجسم بالنسبة للعضوية مادة سامة بالنسبة للعضوية لا يجب أن تبقى سنرى في التفاعل الموالي عدم بقائها أي يتدخل أنزيم آخر نوعي لتحويل هذه المادة إلى عناصر أخرى نعيد إذن تفاعل تدخل أنزيم الجلوكوز أكسيداز في أكسدة الجلوكوز وتحويله إلى حمض الجلوكونيك كيف تم ذلك؟ تم ذلك بتحويل الوظيفة الألدهيدية في جزيئة الجلوكوز إلى وظيفة حمضية في جزيئة حمض الجلوكونيك هذه الأكسدة نسميها أكسدة بسيطة جدا أو أكسدة أولية يمكن أن تتأكسد السكريات التي نعتبرها كمشتقات كحولية يمكن أن تتأكسد إلى أحماض ألدونية أكسدة ضعيفة أو أكسدة قوية جدا أحماض الدارية حيث نجد COOH هنا وCOOH هنا المطلوب في هذا التمرين فقط في هذا المثال تحويل الوظيفة الألدهيدية فقط إلى وظيفة حمضية نشير إليها بهذا السهم هذا المثال الأول ننتقل بعد ذلك إلى دراسة المثال الثاني المثال الثاني والذي يتناول تحويل الماء الأكسجيني المادة السامة إلى ماء زائد أكسجين أي أن الماء الأكسجيني لا يجب أن يبقى في الجسم المثال الثاني تأثير انزيم الكاتالاز
بعيد. إذا كان لدينا من التفاعل الأول الجلوكوز تحول إلى حمض ألدوني C6H12O6+H2O2 بمساعدة إنزيم الجي أو يعطينا الأسيد جلوكونيك. نكتبه بهذه الطريقة، ممكن أن أكتبه بصيغة مختصرة كذلك CHOH4 CH2OH، هذا أسيد جلوكونيك. هذا كنا قد تطرقنا إليه في المعادلة السابقة، زائد ماذا؟ H2O2. هذه المادة هي التي سيؤثر عليها الكاتالاز، لأنها مادة سامة لا يجب أن تبقى في العضوية، لذلك يتدخل إنزيم آخر نوعي يحول الكاتالاز إلى مادة أخرى، حيث نأخذ مثلا جزيئتين من الماء الأكسجيني بفعل إنزيم الكاتالاز. لماذا نكتب الكاتالاز والإنزيم الجي أو فوق السهم؟ لماذا لا نضيف زائد إنزيم؟ لأن الإنزيم كما أشرنا في المفهوم في الدرس الأول، الإنزيم لا يدخل في التفاعل ولا يستهلك، لذلك كتابته فوق السهم تدل على أنه كوسيط يحفز فقط التفاعل، ولكن لا يدخل كعضو كعنصر كشرط أساسي من التفاعل. يحول الماء الأكسجيني إلى ماء زائد أكسجين. نحاول الآن إيجاد الموازنة. عندنا هنا 4H، أربع جزيئات من الهيدروجين وأربع جزيئات من الماء. إذن هنا لابد من أن نعادل هذه، نوازن هذه المعادلة، فيصبح 2 مضروبة في 2 4، هاي أربعة جزيئات من الهيدروجين، 2O مع 2O صافي 4، 2×2 4، والمعادلة متوازنة جيدا. هذا ماء إذن، وهذا ماء أكسجيني. إذن هذه المادة السامة بالنسبة للعضوية، مادة سامة بالنسبة للعضوية. إذن هذين التفاعلين متوازين، يعني متوازيين يمشيان مع بعض. كيف تحصلنا من التفاعل الأول على تحويل الجلوكوز إلى حمض الجلوكونيك مع انطلاق ماء أكسجيني اللي هي عبارة عن مادة سامة؟ هذه المادة السامة يؤثر عليها إنزيم آخر نوعي نسميه الكاتالاز، يحول الماء الأكسجيني اللي هو مادة سامة إلى ماء زائد أكسجين لا يضران بالعضوية. ما هي إذن ثالثا، ما هي خصائص هذين الإنزيمين؟ نبقى في إطار التفاعلين، إنزيم الجي أو وإنزيم الكاتالاز. حسب النتائج التي لاحظناها في المعادلتين السابقين، نلاحظ أن إنزيم الجي أو يعتبر إنزيم أكسدة، حيث عمل على أكسدة الوظيفة الألديهيدية للجلوكوز إلى وظيفة حمضية في حمض الجلوكونيك، بينما الكاتالاز إنزيم آخر نسميه إنزيم إرجاع. أرجع الماء الأكسجيني إلى ماء زائد أكسجين. هل يمكن للجي أو أن يؤثر على الماء الأكسجيني أو العكس؟ لا، لأن كل الأنزيمات لها مواد خاصة بها تؤثر عليها. هذا ما سنلاحظه في التجارب المواليه.